طيب انا هنا بحط عندي حبه زيت على حبه زبده عشان اعصج حبه لحم مفرومه لصوص الطماطم. بشوح هنا لحمه مفرومه، بسم الله الرحمن الرحيم، صوص بولونيز ولكن بطريقه سهله جدا وبسيطه. كده اهو على طول اكون مجهز عندي بصلايه كبيره عشان ده بياخد وقت شويه، وعندي بصلايه كبيره عفوا، وعندي كمان جزرايه مفرومه او مقطعه وحبه كرفس، ده للصوص بتاع المكرونه، واسيبهم يعيشوا مع نفسهم مع حبه ملح وسن البهار، متشكرين، ونرجع نقفل عليهم بالصلصه. اللحمه المفرومه دي خلصت خلاص، هدخل عندي الكفته دي ولكن صلصه طماطم الاول معلقه وحبه عصير طماطم فريش، ونطلع فاصل بعد فاصل نواصل. اتفضل. جينا عملنا ايه؟ جينا جبنا ربع كيلو لحمه مفرومه وشوحناه عصجناه يعني مع بصلايه مع كرفس مع حبه ثوم مكعب مرقه وصلصه طماطم كده. هدي النار بقى خلاص. خلاص كده الصوص ده بقى بيقول لي شكرا. شايف المنظر عامل ازاي؟ عايز بقى ازود عليه حاجه ثانيه. ازود زي ايه يعني يا شيف؟ والله ممكن اديله بق مرقه عشان يبقى جوسي، لان كده ممكن يشتغل معايا مكرونه بولونيز. انا مش هطلعه مكرونه بولونيز ستاندر، انا هطلعه ميكس يعني هقلبه في بعضه، فبالتالي عايز الصوص يكون اعلى شويه. فبق المرقه ده هيخف معايا الامور، صلصه طماطم كويسه، عصير طماطم كويس، فهيلم تاني معايا مع غلوه الاولى، هيديني التست اللي انا عايزه ان شاء الله. صوص البولونيز نديله غلوه كمان عشان نبدا نقلب جوه المكرونه ونطلع الفراخ. خلاص كده خلصنا ان شاء الله. شوف الصوص عامل ازاي بقى. صوص طماطم بتاعنا، شايفين المنظر؟ الاجا. حاسس ان الصوص كتير فاعمل حركه ذكيه، احسن منزل بالمكرونه اطلع المكرونه قليله وارجع تاني اصفي وانقص. لا انا هاخد من هنا حبه صوص اخليهم معايا، احتجتهم انزلهم تاني، ما احتجتهمش يبقى انا تمام. بسم الله. شوف الصوص عامل ازاي. اطفال بتعشقوا. والله الاطفال الحاجه دي احنا اول ناس بناكلوها. دول بقى كمان لو ما نفعونيش دلوقتي هسيبهم عندي في التلاجه زي ما هم، قريبا الصوص كتير زي ما انا قلت الحمد لله. برضو الواحد يعني لماح يعني، شغلتنا برضو. لو ما نفعوش دلوقتي النهارده خلاص انا خلصتهم كده، هروح بكره مستغلهم في حاجه ثانيه، في اي حاجه تعصيب بتاع حبه المكرونه بقى. بسخن المكرونه الاول في ميه دافئه او في المرقه، واجي اروح مقلب بقى هنا الصوص بقى زي ما انا قلت الحمد لله كده معقول. وانا احب صوص كتير كمان في المكرونه، فاحنا كده في المعقول. عايزين بقى نشطشط بقى الدنيا، خليها على الغرف اهو كده اهو. سخنهم بس مع بعضهم، خد من التاتش الاخير ده بقى قبل ما نحط في الطبق حبه الزيت زيتون الحلوين اهو على الوش كده، يلمعوا بقى الدنيا، وعليهم كمان حبه البقدونس الحلوين دول، واروح مقلب حاجتي بقى واشوف الالوان اللطيفه دي، واجهز طبق شياكه، واروح غارف الطبق المكرونه الحلو ده، وعندي صينيه كفته بتتكلم عن نفسها. هو ده الفطار، هو ده الاكل بقى. حبه سمبوسه ماشي جنب منهم، حبه سلطه بلدي ماشي، حبه مسقعه برده ماشي، كل الحاجات دي كلها ماشي. المهم ناكل اللقمه اللي اتاكدنا وبالهنا والشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على الجوسي اللي انا عايزه بقى. دي بس تسخينه بسيطه. الله 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 على المكرونه. بسم الله ما شاء الله. شوف طبق المكرونه، هركزوا معايا بس في الحكايه. طبق شياكه كده، فرحان قوي بالمكرونه كاني فاطر وهتغدى مثلا، وانا مش هلمسها طبعا انا عارف، ولكن بالهنا والشفا اللي ياكلها هنا او عندكم. شوفوا المنظر. دي المكرونه بقى اللي احنا بنحبها. هي دي المكرونه اللي احنا نعرفها، الصوص الكتير الحلو. بص المنظر اهو، بخارها كده تروح نازله على طول على الصينيه على المائده على الطبليه على السفره. بسم الله بسم الله بسم الله، وانزل كده بطبق الباستا الحلو بتاعنا كده اهو، وحبه البولونيز ينزلوا على الوش. الله اكبر. واخر مكرونه يا اختي، يعني انت هتبقى انت يعني مستخبيه. كده اهو، واجيب منديل نروق الطبق بتاعنا، وبكده نكون خلصنا كل حاجه في ميعادنا بالهنا والشفا. ما بحبش احط عليها جبنه عشان بس نبقى واضحين، ولكن ممكن تاني تاتش بسيط من زيت الزيتون يلمع كده، والشطه بقى طبعا دي كل واحد وكيفه. لكن انا كان علينا فيها بخة شطة كمان عشان اعرف اكل بقى كده واحس ان انا بقى ايه، كنت صايم وبكافئ وباخد حقي من الشوكه اللي ورا شوكه. الحاجات دي يا جماعه يعني اكيد حضراتكم بتعملوا زيي ويمكن احسن مني، بس الاكل ده على قد ما هو بسيط بس هو اللي بياكل.